الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الشيخ. النقطة الأولى، متى نشأت
مذهب التشيع ومدى علاقة المذهب بعلي بن أبي طالب عليه السلام. بلا شك أن هذا العلم الموجود عن علي بن أبي طالب وهذا العقائد وعلم الكلام والفلسفة الموجودة في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذين جعلوا أنفسهم وعاء لهذا العلم هم علماء وشيعة أهل البيت وشيعة علي بن أبي طالب، هم اللي ارتقوا علي بن أبي طالب منذ البداية. لذلك تشوف السنة يعني ينظرون إلى بعض الصحابة نظرة ثانوية، ما عندهم كل الصحابة على خط واحد. مثلا عمار والمقداد وأبو ذر وسلمان، زين ذولا صدق صحابة ولكن ما يعتبرونهم صحابة درجة أولى، لا يعتبرونهم صحابة درجة ثانية. ليش؟ لعلاقتهم بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهذا الأمر عندنا أدلة كثيرة عليه. مثلا من ضمن هذه الأدلة شوف مثلا قضايا الروايات التي تؤخذ من الصحابة المنصوبين على الشيعة، مثل عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ابن عم أمير المؤمنين وكان ضد معاوية وشارك ويا أمير المؤمنين في كل حروبه الجمل وصفين والنهروان. عبد الله بن عباس لما يجي للوضوء هم يروون عنه يذكر وضوء الشيعة، ما يذكر هذا الوضوء اللي موجود الآن موجود عند السنة. فلما يجي للوضوء يقول الوضوء غسلتان ومسحتان، هذا الوضوء اللي نقل في الصحاح عن عبد الله بن عباس وهذا يوافق وضوء الشيعة. كثير من الأمور والنظريات الموجودة عندنا نقلها عن الإمام علي عليه السلام. عمار كذلك كثير من الفقه الموجود عندنا في قضية مسح القدمين بدل الغسل، هذا ينقلون عن عمار بن ياسر، ينقلون عن الصحابة المعظمين من علي بن أبي طالب. إذا هؤلاء الصحابة كانوا بداية النواة، بداية تكوين مذهب التشيع في زمن علي بن أبي طالب، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك من احتف حول علي وأخذ من علم علي وتمسك بعلي بن أبي طالب، وكان هذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وآله. أما مصطلح تشيع أو مصطلح شيعة، هذا المصطلح موجود في القرآن الكريم والله عز وجل ذكر هذا المصطلح بمعنى الاتباع. احنا لما نقول شيعة علي يعني ما يعني اتباع علي بن أبي طالب، وهذا المعنى فهم كل من عاش في ذلك الزمان. حتى السيد الحميري رحمة الله على السيد إسماعيل يقول الناس في قصيدة العصماء، هذه القصائد القديمة اللي تربوا عليها آباءنا وأجدادنا في المواتم، يذكرونها في المنتخب، يذكرونها في مآتم النساء ومآتم الرجال، ونشأوا عليها فاهمين هذه المضامين والشعائر الموجودة في هذه القصائد. من ضمنها قصيدة لأم عمرو باللواء مربع طامسة أعلامها تلقع، وهي القصيدة تعتبر من أروع قصائد السيد إسماعيل الحميري. إلى أن يقول الناس يوم الحشر راياتهم خمس فمنها مالك أربع فراية العجل وفرعون وسامر للأمة الأشمر وراية يقدمها أتلم بالزور والبهلان قد ضيعوا وراية يقدمها حبتر عبد وكيع لكع أدوع وراية يقدمها نعسل لا أرضى الله له مرجع وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. الناس فهموا
شيعته إلى إبراهيم. شوف القرآن الكريم يتكلم عن نوح، بين نوح وبين إبراهيم كم سنة؟ ما شاء الله مئات السنوات. لكن لما وصف إبراهيم قال وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح عليه السلام، معناته من أتباع نوح، مع أن قضية نوح وقضية السفينة في ذلك الزمان بالنسبة لإبراهيم مرت عليه مئات السنوات. لكن المراد بالتشيع هو الاتباع. زين، هل هناك مرادف لكلمة تشيع؟ وهل كلمة رافضة أو رافض تساوي كلمة تشيع؟ احنا الآن نسمع كلمة روافض، ولبالهم هي سبب سبون بها، لا والله، هذا شرف وفخر أن نكون روافض لآل محمد صلى الله عليه وسلم. التفت إلى عمار الدهني قال
يا عمار أتعلم من هم الروافض؟ قال لا. قال إنهم قوم أو إنهم جماعة من قوم موسى عليه السلام من زمن النبي موسى. هؤلاء كانوا في جيش فرعون من جيش فرعون ورفضوا أمر فرعون وكانوا من أتباع موسى وكانوا أشد الناس حبا إلى أخيه هارون فسموا بالروافض. يقول عمار دخلت على الإمام وأنا مضايق ولكن خرجت بعد أن سمعت في هذا الكلام أنه يعني سووا لأن هذه النقلة النوعية اللي يسموها الروافض. يقول هذا الشيء يفتخر به الإنسان. يقول خرجت وأنا سعيد كان يضحك ويبتسم لأنه سمي بالروافض. نسأل الله أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. أيضا من النقاط المهمة قضية نظرية نشأة التشيع. هذه من الأمور اللي دائما يثيرونها وكأنما الشيعة بجانب وعلي بن أبي طالب جانب ثاني. من أتفه النظريات التي ابتكرت في نسبة التشيع نأخذ هذه النظريات. نظرية قالوا أن الشيعة كانوا تأسس مذهبهم بعد مقتل عثمان وهذا كلام غير صحيح نهائيا. إذا الشيعة تأسس مذهبهم قبل أو بعد مقتل عثمان بن عفان مثل ما قلنا هناك من الشيعة من عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وزمن أبي بكر رفضوا بيعة أبي بكر هذا كله قبل زمن عثمان وقبل مقتل عثمان. وهناك من اعتصم في دار علي بن أبي طالب معناته ان الشيعة سابقين الى زمن عثمان اساسا والى زمن مقتل عثمان. أيوة. نظرية ثانية قالوا ان التشيع جاء بعد واقعة كربلاء. زين بعد واقعة كربلاء زين من الملاحظ ان هناك من كان يرى امامة الامام الحسن سلام الله عليه قبل واقعة كربلاء وهناك من يقول وهناك من قتل على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا كله قبل واقعة كربلاء. وقبل واقعة كربلاء هناك كتاب كتبه معاوية وهذا مذكور في كتاب مقاتل الطالبيين إلى بعض علماء السنة لأبو الفرج الأصفهاني. يقول في كتابه أن معاوية كتب إلى الولاة انظروا إلى من كان من أتباع علي ومن شيعة علي يعني كانوا الشيعة موجودين في ذلك الوقت انظروا من كان من أتباع علي أو من شيعة علي فقد برئت منهم الذمة. وزمن معاوية سابق إلى زمن مقتل الإمام الحسين إذا هاي الرواية أيضا متناقضة. قالوا لا والله التشيع هذا بعضهم قال نشأ التشيع من رجل اسمه عبد الله بن سبت وهذا حوي عبد الله بن سبت. يعني اولا عبد الله بن سبت هم مو عارفين اساسا ولا قدروا يثبتونها ان عبد الله بن سبت شنو هذا يهودي لو مجوسي هم مو عارفين تارة يقولون يهودي وتارة يقولون مجوسي زين وتارة يطلع عالم من علماء السنة مثل طه حسين الكاتب والمفكر في كتابه الفتنة الكبرى يقول أن عبد الله بن سبأ شخصية خرافية وأسطورية اختلقها أعداء التشيع اختلقها أعداء الشيعة لكي ينالوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. زين هسه وقفونا على الوراء هي شخصية خيالية لو يهودية لو نصرانية لو مجوسية مو ذلك. ثانيا نقول لهم هذا عبد الله بن سبأ اللي تتهمون الشيعة انه هو اسس
مذهب التشيع. وين هذا عبد الله بن سلام؟ لا نشوف احد يذكره في المراجع، لا احد يلف على قصائده، لا احد سوى عليه مجالس، لا احد يذكره ولا احد يذكر اسمه. عبد الله بن سلام شخصيه خرافيه موجوده في مخوخهم بس، يريدون يربون بها شيعه اهل البيت عليهم السلام. هذا جانب. ثالثا وهي نقطة مهمة، هذا عبد الله بن سبا إذا تريدون تنسبون إليه على أساس يقولون ويشكرون أن الشيعة يهود، هذا يعني القمندل يقولون يوصلون إليه مثل البهائم، يريدون يوصلون أن الشيعة أصلهم يهود. خلنا نشوف اليهود يهودي. في كتاب كنف العمال اللي يحب راجع في كتاب كنف العمال يروي أن عمر بن الخطاب يقول لا بأس أن تروي الحديث عن اليهود، مو مشكلة مثل ما تروي الحديث عن النبي، خذوا رواية الحديث من اليهود. وهذا مذهب الشيعة ما صح، ما عندنا عالم قال تخطب المذهب اليهود، هذا الموضوع هذا الشيعة موجود. أي واحد اثنين في كتاب كنز العمال أيضا للمنتقد في الأجزاء الأخيرة ينقل هذه الرواية أن عمر بن الخطاب جاء يوم من الأيام إلى بعض اليهود مجتمعين في المدينة فحضر عندهم الدرس، بل في رواية أنه جاء بهم وأدخلهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لهم أنتم تحلفون حلف الناس. فكان في كل يوم سبت، كل يوم السبت محاضرة مالت اليهود، هو يروح يحضر هذه المحاضرة. بعدين يقولون الشيعة يهود. ثانياً إذا تروي بيوت الناس بالحجارة ترابيتك من زجاج من زجاج، شوف الروايات المشابهة. هذا دكتور مصري مستشار سابق ألف كتاب التشابه بين التوراة وعقيدة السلفية والوهابية، شلون عندهم التجسيم في الله، شلون عندهم هاي القضايا، اكو مشابهات غريبة وعجيبة بين عقائدهم إلى الآن، عقائد ما موجودة عند اليهود وعند الوهابية. دائما يجون يقولون والله الشيعة يهود، غريبة عجيبة. زين أيضا من ضمن هذه النظريات الداخلة في نشأة التشيع نظرية أن الشيعة هم من الفرس والصفويين، هذه النظرية جدا فاشلة ما تصمد أبدا. ليش؟ أولا الدولة الصفوية نشأت في القرن العاشر الهجري، بينما علماء الشيعة موجودين من القرن الأول والثاني. زي القرن الأول الهجري يعني بينهم كم؟ تقريبا 1000 سنة تتكلم. موجودة شيعة، الشيعة موجودين من القرن الأول، والدولة الصفوية نشأت في القرن العاشر، 100 سنة في القرن، 1000 سنة يعني. عندنا علماء مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، هذا في ذاك الزمان اللي عاشوا فيه لا موجودة دولة صفوية ولا غير صفوية. شلون تنسب الشيعة إلى أنهم من الصفويين؟ وما زالت هذه التهمة إلى يومنا. إلى الآن قبل شوي بس الجماعة مطرشي إن بعض النواب مجتمعين ويا بعض الشخصيات يريدون يتفضلون يتكرمون يسحبون الجنسية من الشيخ عيسى باسم الله يحفظه ويسحبون الجنسية من فلان وفلان. عيب والله عيب، يعني خجلوا فلكم شيء ذرة خجل على الأقل. لما تتكلم عن التشيع في البحرين وهذا شيء جدا مهم، التشيع في البحرين
إلا يوم يقولوا لنا صفويين ويوم يقولوا لكم جايين من إيران. هذه الجزيرة جزيرة البحرين جزيرة عربية وأهلها ينطقون اللغة العربية ومن الآن من قديم الزمان وعندهم أدباء وعندهم علماء. ويكفي هذا القبر الموجود الآن قبر صعصعة بن صوحان هذا من القرن الأول الهجري وهم في هذه الأرض. وصعصعة بن صوحان من خلص شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وممن عرفوا وممن قال بولاية أمير المؤمنين موجود من القرن الأول. يلا آل خليفة دخلوا البحرين سنة كام؟ وقيس المسافة الزمنية عندك أنت الآن من القرن الأول زين صعصعة بن صوحان أنتم سنة كم دخلتوا البحرين؟ واحسب المسافة الزمنية ما بين هؤلاء. البحرين بلا شك علاقتنا بالفرس لا احتمال يعني ولا نقول ناحية تاريخية أن بلاد إيران بلاد فيها حضارة قامت فيها حضارة وطبيعة الحال البلدان الكبيرة حضارتها تأثر على البلدان المجاورة. العراق بلد قامت فيه حضارات ووصل تأثير العراق إلى البحرين زين. مصر بلد كبيرة قامت فيها حضارات وتوصل آثار هذه مصر إلى السودان إلى البلدان المجاورة. الهند بلد قامت فيها حضارات. إيران بلد قامت فيها حضارات. دولة ساسانية حكمت الخليج كله مو بس البحرين إلى الآن. مناطق في الأحساء والقطيف اسمها فارسي. مناطق في قطر اسمها فارسي. مناطق في العراق اسمها فارسي. مناطق في عمان وأسماءها من الأسماء الفارسية. ومناطق في البحرين اسمها فارسي من الأسماء القديمة مثل ما قلنا شافورة وكرامة وبربار. هذا موجود في القواميس اللي موجودة فيها اللغة الإيرانية القديمة الأهلوية يسمونها. إذا كانت الدولة الساسانية تحكم البحرين راحت الدولة الساسانية. المشكلة أن البحرين ما كانت فيها أهلها ما كانوا يحكمون إلا فترات بسيطة جدا. فإج مثلا عمان تحكم البحرين تضم البحرين إلى أرضها. إج مثلا دولة العيونيين قوية زي من الأحساء تضم البحرين وياها. يجون البرتغاليين يحكمون هرموز ويحكمون الخليج يضمون البحرين وياهم. وجه الدولة الصفوية تحكم وتضم البحرين وياهم. استمرت حكم الدولة الصفوية للبحرين سنوات وخضع عليها الخليج. كثير من المناطق في الخليج والجزر في الخليج خضعت للدولة الصفوية. هذا شيء ما تقدر تقتل عنه التاريخ. شفت أم أبيت هذا تاريخه وهذا نفوذ الدولة الصفوية في ذاك الوقت. الآن القلعة قادروا هبعين هاي وزارة الداخلية من هم بانينها بانينها نادر شاه نادر شاه الصفوي مذابحين الصفويين. دولة لما كانت فارس تحكم البحرين زمن نادر شاه الأفشاري في زمنهم هو اللي بنى القلعة وسماها قلعة الديوان. وظلت الأبراج القديمة اللي في القلعة داخل قلعة مبنى يعني كبير الآن. لكن القلعة الأساسية اللي قادها هو الباب الأساسي زي علي من التراث ومن الآثار القديمة بنيت في زمن نادر شاه وكانت تعرف بقلعة الديوان ومعروفة كتب التاريخ كلها تنقل هذه الحادثة. يعني بنوها الإيرانيين أيضا بنوها الإيرانيين. الآن علاقة شيعة البحرين ببلاد فارس زين لازم نكون احنا صفويين أو نكون احنا إيرانيين؟ لا ما لها علاقة. البحرين بلد عربي وبه علماء. بالعكس أحد اللي نشر هاي المعلومة
لنشر مذهب التشيع في إيران علماء البحار. أحد اللي نشر مذهب التشيع في إيران هم علماء البحرين. وممكن أن ندلل الصفويين لما قالت لهم دولة الصفويين ما كانوا شيعة، الصفويين كانوا سنة، وهم من سلالة الإمام الكاظم وأصلهم أثراك من تبريز، وذولا وصلوا إلى الحكم ثم تشيعوا. إسماعيل الصفوي موجود في الموسوعات العالمية والتاريخية. ثم بعد ذلك الشاهات في إيران لما تشيعوا طلبوا من علماء الشيعة أن يجوا إيران، ومن ضمن علماء الشيخ البهائي، واحد ما سأل الشيخ البهائي هناك الشيعة من إيران، وأبو الشيخ البهائي طلع منه نعم طالبين علماء طالبين شاهات في إيران، فخاف أن يكون تحت سلطة الدولة فجو استقر في البحرين اسمه الشيخ حسين بن عبد الصمد البهائي، وقبره الى الان موجود في مقبره ابو عنبر ورا المسجد غرب المسجد القديم زي موجود الى قبر وضريح. وراى رؤيا في طريقه للحج، كان عارف انه راح ايران، لكن في طريقه الى ايران راى رؤيا ان الله رفع البحرين باهلها ووضعها في الجنه، فجاء واستقر في البحرين في قريه المصلى الى ان توفاه الله جل وعلا. وابن يرثى قصيده يا ثاويه بالمصلى من قراها هجرين، قصيده جدا جميله، يقول حللت يا بحر في البحرين فاجتمعت ثلاثه انت اعلاها وادناها، يعني هي بحرين وانت هم بحر فصرت ثلاثه ارحر. عالم جليل عظيم من علماء الشيعة كانوا طالبين يذهب إلى إيران لينشر التشيع. إيران كانت سنية، خذ ذلك فتحون آثار إيران كانت سنية. في زمن الصفويين بدأ التشيع ينتشر ببركة أهل البيت عليهم السلام. العلامة الحلي راح، المحقق الكركي راح إلى إيران، علماء البحرين الكبار مثل الشيخ سليمان المعروفي، الشيخ يوسف البحراني، السيد ماجد عبد الرؤوف، السيد كثير من العلماء واقعا انتقلوا من البحرين الى ايران ونشروا التشيع في ايران. مو تقول لي احنا ماخذين تشيعنا من ايران، قول ايران ماخذ تشيعنا من ايران، ومن علماء العراق ومن علماء لبنان، وهذه الحقائق موجوده. إلى الآن يتهموننا صفويين وهالحلم عفنين دالين الله. ما الواحد ما يحب يحج على المنبر، لكن الله بلانا معقول معفن شو تسوي وياه؟ لكن يقول أنا مستعد أيام السلام الوطنية، لا واحد يقول أنا مستعد زين طائرات على حسابي أوديهم إيران. انت بابا سنه كم جيت من ايران البحرين؟ مو بكبره جاي من ايران هون، يعني ما ادري شلون الدنيا محفوظه فوق تحت، صاروا ذولا هم الاساس، وانت البحراني اللي مساجدك من 1000 سنه موجوده في البحرين، صرت انت اللي جاي، انت اللي مطفل، وانت اللي جاي، انت الخائن، وانت الصفوي. يا سبحان الله، نسأل الله الثبات على ولاية الهدى. يعني هاي الأمور ما تجدي نفعا، سواء سحبت الجنسية من شيعي أو هدمت مسجد زين، أو صكيت ماتم، أو سجلت رمز، أو قتلت عالم، شو تسوي أكثر من القتل؟ أكثر من قتلكم ما موجود، قتلوا هو العالم يقتل على في البحرين. كم من علماء ما تروح ما بين الزرايع من بلد ما بين الادراس الى بني جمرة موجود ضريح شيخ فلان، شيخ عزيز العالم، شيخ حسين العلام، كلهم شهداء.
كلهم قتلوا، كل على ضريبة التشيع وضريبة أولئك أهل البيت سلام الله عليهم. إذن هذه الأرض علاقتها بأمير المؤمنين سلام الله عليهم وبالولاء لعلي بن أبي طالب علاقة قديمة وليست علاقة جديدة. من المصادر اللي يحب يرجع إلى كتب التاريخ ويعرف الثقافة في تاريخها، من المصادر اللي ذكرت أن هذه القرى وهذه الأرض قديمة التشيع، مثلا كتاب معجم البلدان ياقوت الحموي يذكر أن أهل البحرين روافض، وهذا سنة كم؟ 700 هجرية، الآن 1434 ياقوت الحموي. كتاب تحفة المستفيد لابن المجاور يقول البحرين فيها 360 قرية. كل هذا الروافض كلهم روافض. هذا الكلام من سنة كم؟ كلام قديم قبل أن تطع أقدامهم على هذه الأرض. كل واحد خلى يعيش تاريخه، وكل واحد خلى يعيش مذهبه، وعاشوا البحارنة، والكل يعلم هذا إن البحارنة وشيعة البحرين وناس مسالمين، وهم عاشوا أيام القرآن يضعنون يضعنون من الرفاع منهم حرام وين؟ يضعنون في قرى البحارنة. لا قتلناهم، ما سمعنا قتلنا عالم سني أو هجمنا على قرية سنية، ولا هذا عقيدتنا ولا هذا الهم أساسا، ولا يوم من الأيام سمعنا أن مسجد سنة أخذوه شيعة أو العكس، عكس موجود طبعا، ولا سمعنا أن قتل عالم من علماء السنة أو آذيناهم في شيء، ناس مسالمين أهل البحرين وأهل سن من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإحنا نعيش حياتنا سالمين وموجودة مذاهب ثانية. يا أخي أنت تتكلم عن المنامة، ما تتكلم عن السنة، تتكلم عن المنامة فيها معبد للهندوس في قعر المنامة، معبد للهندوس عمره 200 سنة، ما يوم من الأيام أكو دشون المعبد يتعبدون لأصنامهم، وصوب المعبد دكاكين البحار الصالة والدكاكين القديمة اللي كانت في شارع المنامة صوب معبد الهندوس. لا حد تعرض لهم ولا حد قال دول الكفار ودول كسروا أصنامهم ولا شيء، هم في دينهم واحنا في ديننا، وهذا الطبيعة اللي عاشوا عليها أهل البحر، أهل سن وأهل محبة، ودائما والله دائما يمدون يدهم بالسلام. نسأل الله أن يثبتنا ويديم علينا نعمة ولاية أهل البيت عليهم السلام. ختام هذا المجلس نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المؤمنين وعن المسجونين، وأن ينصر شيعة علي بن أبي طالب في مشارق الأرض ومغاربها. لا خطاب لخطاب تحرير ولا خطاب لخطاب طائفي، ومآتنا مفتوحة للجميع ومساجدنا وأفكارنا مفتوحة للجميع، إنما نحن نسأل الله الثبات على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ختام هذا المجلس طالبين الأخوة أن يكون عن الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، هذا الذي قرى في ظلم المطامير. كم لنا من سجين، كم لنا من معتقل، من محكوم، نسأل الله أن يفرج عنهم. احنا نبقى الآن الأيام والليالي بين أهلنا وبين أحبتنا، ونتمنى الله أن يكونوا معنا إن شاء الله بحق باب الحوائج. موسى بن جعفر يقول عبد الله بن سويد جئت، أو علي بن سويد يقول دخلت السجن على سيدي ومولاي موسى بن جعفر، قلت له يا ابن رسول الله متى يكون الفرج؟ طالت الأيام والليالي، متى يكون الفرج يا ابن رسول الله؟ قال أبلغ شيعتي عن يسار
وقف يا
مقدمة في قطر السجون والمطامير، نسألك أن تفرج عنا وعن أخوين والمؤمنات. يا أبا الحسن يا